للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي، زيارة الأمير تميم بن حمد اللسان إلى مصر، التوقيت والمغزى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا التوقيت هو توقيت هام جدا في ظل يعني صعوبات وتحديات كبيرة بيشهدها الاقتصاد العالمي ومأثرة بشكل واضح على كافة الاقتصادات الناشئة والأخذة في النمو. الاقتصاد المصري واحد من الاقتصادات اللي أكيد تأثرت بهذه التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، لكن يحسب طبعا للاقتصاد المصري الجهود اللي تم بذلها خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى تهيئة مناخ الاستثمار أو العمل على كثير من الملفات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات العربية المباشرة. الدولة المصرية بتحاول إن هي بشكل كبير في الفترة الحالية إن هي تجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات المباشرة بالأخص من الدول العربية الشقيقة، ويمكن زيارة الأمير قطر هي بتأتي بعد مجموعة من الزيارات الخاصة ببعض الدول العربية الشقيقة، وده أكيد هيبقى ليه مردود إيجابي على ضخ مزيد من الاستثمارات في عديد من القطاعات. في وقت يمكن احنا شايفين على مستوى العالمي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة حصل فيه نوع من أنواع التراجع بشكل كبير جدا، وده طبعا في مقابله ابتدى يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية غير مباشرة أو ما تعرف في الهوت ماني، ولكن دايما الاقتصادات بتعتمد بشكل أكبر على الاستثمارات المباشرة على الأصول لما لها من عديد من العوائد والفوائد الكبيرة جدا لأي اقتصاد. بمعنى ان لما يبتدي يكون الاستثمارات دي موجهه في شكل اصول، مصانع، شركات، فنادق، نعم. دي كلها تقدر ان هي توفر فرص عمل، تقدر ان هي تساهم في زياده ناتج محلي اجمالي، تقدر ان هي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي ان هي تتحسن، يقلل في معدلات التضخم، ينعكس بشكل ايجابي على سعر الصرف. احنا بنتحدث عن ما يقرب من حوالي 5 مليار دولار كاستثمارات متوقع الحصول عليها من جانب قطر او ضخها من جانب قطر في مصر خلال الفتره المقبله، وده هيعتبر طفره كبيره جدا في حجم العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر وقطر على الاقل خلال الخمس سنوات الماضيه بعد تراجع شديد جدا في حجم الاستثمارات ورؤوس الاموال القطريه لمصر. فبالتالي ده خلينا نقول بداية حقيقية لعودة الاستثمارات القطرية لمصر بقوة وتحسن بشكل ملحوظ في العلاقات الاقتصادية على مستوى البلدين، وده كمان خلينا نقول ان مش المكاسب بس على مستوى الدولة المصرية، لكن ايضا قطر سوف تستفيد من الاستثمار في مصر في ظل قوة وصلابة الاقتصاد المصري، مناخ الاستثمار، نعم. وكمان مع التراجع اللي حصل لسعر الصرف الجنيه امام العملات الاجنبيه، اكيد ده بيشجع بشكل كبير لضخ مزيد من الاستثمارات من جانب قطر للاستفادة من هذا الامر. نعم، الى اي مدى تشكل البنيه القويه والاساسيه المصريه نهج جديد وبوصله يتجه بها المستثمرون في الدول العربيه او حتى في الدول الاجنبيه للاستثمار في مصر؟ الفكره كلها ان هي مرتبطه بعده جوانب، جزء مرتبط بعلاقات سياسيه ودبلوماسيه انها تكون طيبه، والجزء الاخر مرتبط بمدى قوه الاقتصاد وتوفير المحددات الاساسيه التي يبحث عنها اي مستثمر، والمحددات دي بيبقى جزء منها مرتبط باستقرار السياسات الماليه والنقديه، جزء اخر مرتبط بوضع الطاقه في ظل ازمه حقيقيه بيشهدها العالم في هذا الامر، واحنا يمكن حققنا الحمد لله يمكن نجاحات كبيره في ملف الطاقه سواء بالوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهايه 2018 وتحقيق فوائد ابتدينا نواجهها للتصدير، كمان ابتدينا ان احنا نشوف بالنسبه للطاقه الكهربائيه ان احنا فعلا ابتدينا نحقق فوائد نواجهها للتصدير. ده كلها امور بيبحث عنها اكيد المستثمر، ازاي كمان ملف زي حل المنازعات الاستثمارية واللي احنا شايفين خلاص ان بقت
تابعه باكملها لمعالي رئيس الوزراء واللي بيشرف عليها بنفسه، وده للعمل على فض كافه المنازعات السياسيه اللي ممكن تكون موجوده. كمان ملفات مهمه اتحركنا عليها زي التحول الرقمي والشمول المالي، هي برضه من اهم المحددات اللي بيبحث عنها المستثمر، القضاء على بيروقراطيه فساد روتين، كل المعوقات والمشاكل اللي كنا بنعاني منها لسنوات طويله جدا، ازاي ان الدوله قطعت فيها خطوات كبيره جدا للقضاء على هذه التحديات. بجانب كمان الثقه ولغه الحوار المستمره اللي الحكومه بتتحرك بيها مع القطاع الخاص، سواء كانوا مستثمرين محليين او مستثمرين اجانب. بجانب برضه نقطه مهمه جدا لازم ناكد عليها، ان خطه الحكومه لمواجهه تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه كانت جزء منها رئيسي مرتبط بمخاطبه القطاع الخاص، وازاي العمل على زياده نسبه مساهمه القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذه لتصل لحوالي 65%، وبالتالي دي كانت رساله مهمه جدا لكافه المستثمرين سواء كانوا محليين او كانوا مستثمرين عرب او اجانب، وبالتالي دي كانت نقطه مهمه جدا الحكومه كانت بترتكز عليها وبتؤكد عليها، بجانب التصريحات الشديده الاهميه والدقه واللي بتاكد من جانب رئيس الجمهوريه على اهميه مشاركه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. نعم، آلية التنسيق والمتابعة برأيك اللجنة المشتركة المصرية القطرية التي شكلت، كيف تضفي نوعا من الثبات والتسارع أيضا في هذا التعاون في المجال الاقتصادي؟ اللجنة هيبقى فيها قدامها ملفين أساسيين، ملف مرتبط بالتخلص من كافة المنازعات اللي ممكن تكون سابقة في بعض الاستثمارات القطرية اللي موجودة في مصر، سواء من جانب قطاع خاص قطري أمام قطاع خاص مصري، أو حتى لو كانت استثمارات من قبل القطاع الخاص القطري مع الحكومة المصرية، فبالتالي في حالة وجود أي منازعات هيتم حلها بشكل سريع. والجزء الآخر مرتبط بالمستقبل، أو بمعنى صح بالاستثمارات القادمة خلال الفترة القادمة من تنوع بشكل كبير في هذه الاستثمارات، سواء في عديد من القطاعات المزمع أن هيتكون أبرز القطاعات برأيك المرشحة بأن تكون هي الأكثر حظوة في هذا التعاون؟ يمكن هناك حديث عن بعض القطاعات، جزء منها مرتبط بقطاع البنوك والقطاع المالي، جزء آخر كان مرتبط بمجموعة من المنشآت السياحية والفنادق، يمكن دولت أبرز الملفات اللي كان تم الحديث ليهم. لكن أعتقد أن كمان مع عمل اللجنة أعتقد أن كمان قد يمتد الاستثمارات لقطاعات أخرى زي الزراعة والصناعة، في ظل تأكيد الحكومة المصرية عدة مرات على السعي لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاعات اقتصاد حقيقي الزراعة والصناعة. فبالتالي ما نقدرش ان احنا نحصر ان هيكون بس في ما تم في القطاعات اللي تم الاعلان عنها خلال الفتره السابقه، لكن اعتقد ان هناك عديد من القطاعات الاخرى اللي هيتم ضخ الاستثمارات فيها، كمان مع توقعي ان مش هنكتفي بس او هيتم ضخ بس 5 مليار دولار، اعتقد ان المبلغ دوت او الرقم دوت سوف يزيد خلال الفتره القادمه، في ظل كمان لغه الحوار اللي احنا شايفينها فيها نوع كبير جدا من التفاهم، وكمان ادراك كافه الدول العربيه وعلى راسهم مصر لاهميه الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي المشترك لمواجهه التداعيات الحاليه اللي اصبحت بتؤثر بالسلب على الجميع، والحل الامثل للخروج باقل الخسائر من هذه التداعيات هو فكره التعاون الاقتصادي العربي، وبالتالي ده كان امر مهم جدا وتاكيد من الدوله المصريه على ذلك. نعم، إلى أي مدى إذن يشكل هذا التعاون الاقتصادي ونجاح الدبلوماسية المصرية فيما تقوم به من جهود في تقوية العمل العربي بشكل عام والحفاظ على أمنه القومي؟ الدولة المصرية دائما بتبحث لتحقيق نوع من أنواع الاستقرار بشكل كبير، وبالأخص في المنطقة العربية اللي عانت للأسف الشديد من سنوات
من عدم الاستقاء السياسي وعدم الاستقاء الامني، واللي بالتالي انعكس على عدم وجود استقاء اقتصادي. مصر بتحاول ان هي بشكل كبير ان احنا نستعيد روح التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، ازاي ان كمان نقدر ان احنا نعوض كثير من الخسائر اللي احنا تعرضنا ليها خلال السنوات السابقه. دلوقتي احنا شايفين يمكن الدول العربية ابتدت ان هي تستعيد مرة اخرى روح التعاون والتكامل، لان ده السبيل الامثل لمواجهة كافة الصدمات والتداعيات اللي احنا بنشوفها، وكمان علشان نقدر ان احنا نشوف مستوى افضل للمعيشة لكافة الشعوب العربية، ونقدر ان احنا نواجه ازمات يمكن اصبحت هاجس بشكل كبير على المستوى العالمي، زي ما بنتحدث عن ازمات مرتبطه بالطاقه، ازمه الغذاء، مشاكل مرتبطه بارتفاع مستويات الجوع والفقر، دي كلها تحديات اصبحت كبيره جدا، واكيد السبيل الامثل هو تحقيق الامن الاقتصادي العربي. اشكرك جزيل الشكر الدكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد.